صباح الخير عليكم حبايبي بعاد القريب. واليوم تاني شغل الدار كالعادة. عجنت وخبرت درت خمرت العجينه خمرت خمر الخبز ماشي العجينه خمر الخبز دابا غادي نديه لجارتي تهنيني منه الله يعطيها صحتها عندها الخباز ديالها شاعل حامي اللهم تحمي لي معاها طيب لي الخبز معاها يا مسكينة جارتي طيبت لي الخبز الله يعطيها صحيحتها تعرفي هي طيب خبز حسن مني انا تديرو خبازي تيشمتني
الخبز. يعطيك الصحه جارتي، لهنا اختك عليا. هذه هي الجره على بالك. جارتي هنتني منه الله يعطيها صحتها. دابا انا جبت الطراب وغنملس هاد الخبيبزات هادي. حطيته فوق هذه الحجره هنايا، وخليت لي هذا الشرجم، هذا خليته لي باش نبقى داك الرماد اللي تيكون فيه نخرجو عام من هنايا. دير لي بحال هكا مثلا، نقفلو من اللي نبغي نحميه نقفلو. هو هذا، وهذا الخبيبيز هذا صغيور طلباتو لي واحد المرة في المدينة غنصاوبوهم. هذا خفيف، هذا خفيف دغيا يتهز، هذا شوية كبير، هذا خفيف دغيا يهزو ان شاء الله. ايوا ومن بعد الغداء انا غنسخن مي هندوش لوليداتي، وديك الساعة الراحة نقعدو شوية نتسرح شوية.